بمشاركة 76 بحثاً علمياً محلياً ودولياً اختتم بجامعة تعز المؤتمر العلمي الطبي الأول الذي تناول كافة الجوانب الطبية المختلفة. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. أعلن عن مؤتمر طبي شامل لمتابعة التطور العلمي والبحثي في مجال علم الطب في اختتام المؤتمر العلمي الطبي الأول في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز، والذي أثري بالعديد من الأوراق البحثية المتخصصة في نقل خبرات ومجالات الأطباء المتخصصين في التعامل مع الأمراض ومعالجتها ووضع حلولا لانتشارها لصحة البشرية. طبعا المؤتمر كان فرصة جيدة لالتقاء الأطباء من مختلف التخصصات وأيضا مختلف الخبرات. أن تنتقل في المؤتمرات العلمية هي وسيلة للتعليم الطبي، لانتقال المعلومات الجديدة من الأجيال التي لديها خبرات الأجيال الجديدة. أيضا يستفيد الطبيب المشارك في المؤتمرات بالتعرف على كثير من الأبحاث، كثير من الأدوية، كثير من طرق التشخيص وكثير من طرق العلاج التي إما أنها كانت غير موجودة نتيجة لأنها جديدة أو لعدم توفر مكان التدريب. فعن طريق المحاضرات الأونلاين اللي هي المحاضرات الإلكترونية من كثير من الدول، من ألمانيا، من بلجيكا، من مصر، من السعودية، من كندا، استمع الحاضرين لمحاضرات في مواضيع نادرة أو في تخصصات نادرة حول الأورام، حول الطرق الحديثة لعلاج بعض الأمراض المزمنة أو يعني النادرة. أشكر الجميع ومن قيادة الجامعة إلى جميع الحاضرين إلى اللجان التي شاركت في نجاح المؤتمر. جامعة تعز في مؤتمرها العلمي الطبي الأول أثبتت حرصها على مواكبة التطورات العلمية في جميع المجالات من خلال العديد من المؤتمرات العلمية في جميع كليات الجامعة. وكلية الطب والعلوم الصحية برزت بمؤتمرها العلمي الطبي بشكل ملحوظ، والمشاركة الفعلية للأطباء من جميع محافظات الجمهورية وحتى خارج اليمن. نحن اليوم في نهاية المؤتمر، اليوم الثاني للمؤتمر، وقيادة جامعة تعز بطلب رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي ونواب رئيس الجامعة وجميع منتسبيها عازمين على المضي قدما في نجاح مثل هذه المؤتمرات وإقامة المؤتمرات بصفة دورية ضمن التوصيات التي خرج بها مؤتمر اليوم بإنعقاد مؤتمر سنوي لكلية الطب، وسيصبح تقليد سنوي يقدم فيه كل جديد لتحديد وتجديد من المعلومات وانخراط الممارسين في المجال الطبي وفي هذه تحديد معارفهم ومعلوماتهم بكل جديد. الصيادلة وعلم العقاقير لم يكن غائبا في مؤتمر يهتم بالإنسان في صحته وعلاجه، وكانت كبرى الشركات حاضرة بكادرها للاستفادة ونقل أهم التطورات الدوائية العلاجية للأمراض. المؤتمر الطبي في ختامه نوقش العديد من الأطروحة الطبية خصوصا في المجال الطبي، آخر المستجدات على الساحة العلمية من ناحية التشخيص وطريقة العلاج. نحن هنا نشاركهم دائما كشركة من ناحية الدعم والتواجد. نأمل أيضا أن تكون تعز دائما هي الريادة في المقدمة حتى يستفيد أبناء الوطن كافة والوطن العربي إن شاء الله. مؤتمر طبي أول كان أبرز أعماله من أجل الإنسان والإنسانية ومن أجل إيجاد حلول للعديد من الأمراض، والآن أعلن بأن يكون هناك مؤتمر آخر من أجل إكمال هذه البحوث العلمية المفيدة. عايم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.